سيادة المقدم، سأبدأ معك من هذا التكليف الذي خرجتم به في اجتماعكم لمجموعة من ضباط الجيش بالمنطقة الجنوبية. تقرر خلالها تعيين اللواء أو الفريق علي كنا كقائد للقوات المسلحة في الجنوب الليبي. بداية، لماذا هذا الاجتماع في هذا التوقيت بالذات، ولماذا الفريق كنا؟ والله يا أختي الفاضلة، نحن جماهير الشعب الليبي في كل أنحاء ليبيا نشوف في المآسي اللي واقعة في الشرق الليبي وفي في الغرب الليبي، يعني ما نبغيش نقعدوا مكتوفين الأيدي ونتفرجوا عليه أن شعبنا كل يوم يتمزق وكل يوم طيران وكل يوم قصف وكل يوم قتل وتشريد العائلات والأسر، غير الشعب المهجر في خارج ليبيا، غير لسان المهجرات في خارج ليبيا. فتنادوا الضباط الشرفاء في الشرفاء الوطنيين التابعين الى ان المؤسسات العسكريه والمؤسسات المدنيه وهي تحت ترعنه امانه المؤتمر الشعبي العام، تنادوا واتفقوا على ان يختاروا قيادة وطنية ولاها للوطن، واتفقوا على أن يتشاوروا، وتشاورنا في عدة ملتقيات وعدة مؤتمرات في المنطقة الجنوبية، وكان أول مؤتمر في منطقة وادي الحياة يوم 14/7/2015، وكان الملتقى الثاني حتى هو اللي تمدن الفريق علي كنا من الشرعيه من الشعب الليبي، بانه هو يقود الضباط والضباط الصف والجنود وافراد الشعب الليبي من اجل يعني ما الان حاجه في ليبيا. نعم، وهذا كل يوم يشوفوا فيه المنطقه الشرقيه الان بنغازي، حتى ولو فيها نسبه كمان لكن دمرت بنغازي. صحيح. طيب نعم سيادة المقدم، فقط اسمح لي ان انتقل معك الى نقطة اخرى لو تسمح لي. ليش نعم نشتغل تحت اي اجندات خارجية؟ نحن نشتغل من اجل ليبيا، من اجل تامين حدودنا، من اجل تامين النهر الصناعي العظيم، من اجل تامين المواطن وفرض الامن والامان وبناء الشرطة والجيش. نعم. طيب سيادة المقدم، في نقطة أعطي كلام شرعية من قبل الشعب وليس يعني جهوية، من قبل الشعب الليبي تم تكليفه اللي كنا في عدة بيانات وفي عدة منطقيات بأنه هو القائد العسكري لقوات الشعب المسلح. نعم. من أجل حماية المواطن وحماية المقدرات الاقتصادية. نقطة علاقتكم بالقيادة العامة للجيش الآن، هل أنتم مستعدون للتعاون معها؟ وفي نفس الوقت كيف يعني ألم يثر هذا التكليف نوعا من الحساسية بينكم وبينهم؟ أن القيادة العامة للجيش الآن فيها حسب ما نحن نراها الآن توجد حكومتان في ليبيا. صحيح. حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، ولا يوجد وفاق مع الحكومتان. نعم. نحن الحكومة الوطنية التي يتفق عليها الشعب الليبي هي الحكومة اللي راح نتعاون معها. شنو اسمك انت؟ اسمي الكريم هشام السعدي. وشنو اسم والدك امك؟ فاطمة سامر بايدي. وكم عمرك؟ يعني طبعا مولود 35. وتبع اي حركة انت؟ حزب التحرير العربي. عندك رتبة في الحركة ولا؟ لا، جندي. واحكي لنا ترى امتى دخلت ليبيا ووين مشيت وكيف صامت بالضبط؟ انا طبعا انا خشيت على ليبيا يعني طبعا مجموعه من الناس يعني طبعا منها 10 سيارات خشينا في الحدود بعد يعني طبعا جاء بعد نفسه يعني طبعا جاء عيسى معه بركله يعني طبعا جاء عيسى بركله؟ عيسى معه يعني طبعا بركله. من هم الليبيين ولا؟ لا لا ده تبو جو معهم سبع سيارات يعني طبعا قابلونا اعطونا مويه تعبنا بعد كملنا جينا يعني طبعا منطقه بينادو بوابه اسرائيل بعد يعني طبعا انا كملت سحبتها الى منطقه تلينجا بعد سبع سيارات جاء معك الى صفحه ناصر و احمد مبروك الكنيه. نعم ما الاسم؟ مبروك الكنيه. مبروك الكنيه. بعد ذلك
أخونا سالم كله كله إن شاء الله ما سهل مش حالي بإذن الله بإذن الله من التسريب باهي وحنا في وسط البلاد ما نشبر منها واليوم كم التاريخ 15/9/2017 ويوم الجمعة شنو مبارك ها؟ لعنة الله على المتخاذلين الجبناء المنبطحين الراقدين هذين اللي ما بيتحركوا لا يبوا لا يجاهدوا بكلمة ولا ب المندسين المندسين ايه لعنة الله على حفتر الله يرحمك أنا بتكلم خير دليل أن التاريخ اليوم 15/9/2017 يوم الجمعة واو عرض وهذا قليل من كثير مجزاب إن شاء الله وإلى الأمام كفاح الدوري مستمر عليكم الآن إحنا موجودين في 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 الحقل الغاز والنفط اللي يغدي في اوروبا ويغدي في مليتا والزاويه من من سواء كان غاز او نفط ونوجه رساله شديده اللهجه وتحذير خلال 72 ساعه اذا لم يتم الافراج على المقدم مبروك حنيش ورفاقه سيتم تفجير خط النفط والغاز بالكامل بالكامل نهائيا ياسر من الجبن ياسر من المذلع إذا كان فيه ناس راضية بالمذلة وراضية بالجبن والشعب الليبي نهان وتمرمت احنا ما نرضو بالجبن ولا نرضو بالمذلة احنا في النهاية بكرة نتبع قوات مسلحة تبع اللواء فريق علي كنا لازم احنا ما ماناش ميليشيات ما نجلبوش المرتزقة المرتزقة اللي تكلموا عليهم عند المقدمة مبروك احناش موجودين عند خليفة حفتر نطالب من اللي شدوا المبروك احناش يفرجوا عنا كارا يرضيك وهي منظومة النار قدامنا وجميع قبائل الجنوب هنا متكاملة ومتواجدة وكان ما طلع خلال 72 ساعة احنا نحرق احرق المنظومة هذه والمنظومة الثانية انتع الالف وبطريق من الدهد وطوب الغاز وانا خليفة جمعة سلطان احناش كون مبروك وان شاء الله نحرق احرق ومعاي قبائل الجنوب صور المنظومة واقفة أصفار وما زال الحرق وما زال الخطر والقتل